كاملين واحد من هنا واحد من هنا، قطعوا لي حوايجي كاملين حتى من السروال طيحوا ليا. العمره الا خطتنا راه خطتنا، اخطانا كل شيء، ما يبقى يمنا لا فلوس لا سكن لا حتى شي حاجه. تنحك طواليطات حاشاك، تنسمع الهضره، تنخدم في الطيور، تنغسل المواعن، تنخدم حتى في الليل. مشى الشيخ ضربني بالصفيقة حتى طحت في الأرض، ما بقات لنا حتى حاجة. واش غنمشيو نعيشو في الزنقة؟ واش غادي نمشيو ندورو نتسولو؟ واش غادي نمشيو نسعاو؟ سميتيني هاد بقرعة، كيف ما كتشوفو راه جاو تهجمو علينا. احنا راه شارين هذه في 2014، ولكن باش بنينا هنايا بنينا هذه شي 3 سنين، وجبنا رايحين هذه شي 5 شهور ولا 4 شهور. جينا تسكننا هنايا، هنا فين تنعسو، هنا فين ما كاين لا ضو لا ما، الماء تيعطيو لنا غير الناس الله يخلف عليهم. تنجيبو داك القطيرات ديال الماء الضو كذلك، تنضويو غير بالبوطه، ما عندنا لا ضو لا ما، وما حنوش فينا زعما. ما قالوا هادو راه مكرفصين، قالوا هادو مكرفصين نزيدو نكرفصوهم. انتوما كتشوفوش، ضيعونا في كلشي. بنينا عادي، عطينا الفلوس، يعني عطينا الفلوس قالوا لنا بني وبنينا عادي. ما جاوش في الاول زعما هضروا ولا شي حاجه والو، كلشي عشوائي هنايا. بنينا حنا والمقدم في نفس زعما في نفس هذا، لا ما قصوش ابدا، ما قصوش كاع. انا خويا تنكون خدامه، يعني جيت والبارح بقاو تيعاودوا ليا، عاودوا ليا جاوا ولا ما كانش الرخصه بناء عشوائي. صافي بغاو يريبوا المراه. لقيت هنا غير تيعاودوا ليا هنا، لقيت داكشي راه جي شي جوج متر ولا متر ومتر ونص باش طيحوها ليهم، وغير في الليل وبالمصاب هذيك الحديده الكبيره هي تعاودوا ليا انايا. صافي هذيك تأزمت، تنعس راه ما نعشت ما شفتوش كاع. وتا حنا قالوا لنا غادي نريبوا ليكم، ولكن حيت حنا عايشين ساكنين هنا ما قدروش يجوا في الليل. هذيك المراه كانوا تيجيو تيجلسوا فيها، ولكن في داك الليله ما كانوش. غدت لي رجعوا تيدويو معانا، تيدويو مع داك الناس وتيدويو معانا. مشاو شويه بعدا راه جاو في الصباح وبداو تيصوروا ليهات، صوروا مشاو في حالهم. واحد شويه هو يجي الشيخ هنا وبدا تيقول لي لا وا غادي نعطيك الدار فين تسكنوا، لا وا غادي تسكنوا فيها شي 4 شهور ولا 3 شهور، وغادي نجيو غادي نضربوا لكم غير شي تقبات من اللور ونصوروا ونشوف حنا. ايادي قلت ليه اه. صافي هذيك جيت في حالتي، ولكن واخا قلت لهم قلت لهم ما نخويش الدار، حيت عارفين الا خوينا الدار غادي يجيو غادي يريبونا وغادي يخرجونا للزنقه، وحنا ما عندنا فين نمشيو. هذا هو المحل ديالنا اللي كنسكنوا فيه واللي عايشين فيه حاليا. انا قلت لك ساكنين شي 5 شهور هكا باش جايب بينا. عندي خويا وعندي اختي، واختي الصغيره مازال هي صغيره مسكينه حتى هي، والوالده والوالد، وخلاص اختي مزوجه. الحاله ديال الوالده ديالي مسكينه راه شي مره تيجيها انهيار عصبي مع المشاكل وداك الضغوطات، عندها الكواتر خصها عمليه وما لقينا باش نديروها ليها، ولحد الان راه مازال وعندها القلب وعندها بزاف ديال المشاكل زعما مسكينه صابره معنا حتى هي. وقلت لها غير جلسي انا غادي نتسلف، مشيت عطيتها الاذن قلت لها سيري تسلفي، انا اللي غادي نرد كلشي. طلعت تسلفات مسكينه الفلوس من الجمعيه، وجيت وبديت تنخلص حتى انا، بديت تنخلص تنعطي 14000 ريال و300 للشهر، يعني كل شهر. دابا الا ما خلصتش ولا شي حاجه راه غادي يوقع شي مشكل. ما بغيت صيفطها صراحه الله، حيت خفت عليها بزاف. هي اللي كتحن فيا، ما كاين حتى شي واحد اللي يحن فيا، هي اللي
كتحن فينا مسكينه، وهي اللي كتعطينا القوه، كتعطينا الحنان، كتعطينا بزاف. راه ما كاينش بحال الام. الام راه الا خطاتنا راه خطاتنا، اخطانا كل شيء، ما يبقى يمنا لا فلوس لا سكن لا حتى شي حاجه. ولا مشات امي راه غريب، وهذا الشيء ما عندي ما ندير به. راه هادشي كله راه دايره من صغري، 5 سنين وانا تنخدم، تنمشي تنحك طواليطات حاشاك، تنسمع الهضره، تنخدم في الطيور، تنغسل المواعن، تنخدم حتى بالليل، ولكن كنت تنمشي نجيبها حلال. تنخدم بالليل وتنجي وتنسمع الهضره، وبزاف تيقول لك لو هذه كتخرج بالليل وما تنديرش في قلبي. المهم انا عارفه راسي تمشي نجيبها حلال، وتنجي وتنجمع تنجمع تنجمع. ومشيت زدت سلفت باش طلعت جوج الصوار في الاخر يجيو يريبوا ليا كلشي. راه الا مشات امي راه غير يريبوا هادشي، صافي غير يدي ويدي وكلشي. تقاتلت بزاف وعطيت عطيت داو الفلوس كنت هنا، جا المقدم هنا تيدفعني باش يدخل، ما خليتوش في الاول وفي الاخر جاو دخلوا جمعوا عليا كاملين، مشي 5 ديال الرجال. دخلت مشيت لهيه تنهرب، ومشيت لهنا تنهرب، وجاو عفسوا ليا، شدوني هكا شدوني كاملين، واحد من هنا واحد من هنا، قطعوا ليا حوايجي كاملين حتى من السروال طيحوا ليا، يقطعوا لي السروال كامل. عفسوا لي على راسي، عفسوا لي على يدي، عفسوا لي على رجلي، ضربوني مرمدوني بعدا لداخل، وهزني هزني هكا، ومشاو لاحوني الهيئات. وفاش مشيت انا تنهرب تمشي نشوف شنو تيديروا، مشى الشيخ ضربني بالصفيقه حتى طحت في الارض. راه كنت هنايا راه باش تشوفي، باش تشوف بعينك رزقك تيمشي، وداك الشيء اللي كاع اللي فنيتي حياتك على قبله، خرجت من القرايه لا حوايج بحال الناس، لا عيشة بحال الناس، انت هذا الشيء وحمد الله ساقرين، وحمد الله الحمد لله ونشكره. وباش خويا ما واحد الشعر ما نبغيش لشي واحد، بقى فيا الحال بزاف، وخصوصا ماما، خصوصا ماما الا شفت هادشي راه غتمشي فيها. هادشي كله على قبل ماما، حتى هي مسكينه كانت تخدم معايا في الليل وتتخدم وانت تدور في الاخر. قلت لها سيري يا ماما، فاش عرفنا بلي راه خصها عمليه، وراه ما لقينا ليها جد باش نديروا ليها العمليه. قلت لها ماما سيري ارتاحي، انا اللي غادي نخدم. صافي وليت تنخدم، تنخدم في الكوزينه، تنخدم في هذا، في اي حاجه تنخدم فيها. كاع ديك التمارة، كاع داك التمارة اللي ضربتها وصحيحتي اللي فنيتها في داك الشيء كله، مشات في الزيرو، ضربت في الزيرو. ريبونا على الحوايج، ريبونا على الفراش، ريبونا على كلشي مشى، ما بقاتنا حتى حاجه. واش غنمشيو نعيشو في الزنقه؟ واش غادي نمشيو ندورو نتسولو واش غادي نمشيو نسعاو؟ اش غنديرو؟ ما عندناش اخويا فين باتو، هادي هي السكنه ديالنا، ما عندنا لا عائله لا حتى شي حاجه هنايا في مكناس اللي غادي يمشيو عندها، ولا هادي هي السكنه ديالنا هنا فين كنعيشو، عندنا فين نعيشو دابا. تنطلب غير بحقي، غير رزقي يجيني، لا بغي نسمح لهم بهادشي يردو ليا غير رزقي، غير نخلصي داك الجمعيه اللي كتسالني، وردوا للمراه الرزقه حتى هي مسكينه، راه حتى هي ما فحالهمش، عندها البنيته معاقه، وفين ما مشات تتكري تيقولوا ليها بنتك تتصدع على بنتك، راه حتى هي تقرا تقهرات، شتا تدخل علينا القطره، شتي راه عايشين في القطره، قطره هنا وقطره لهي وقطره لهي، وصابرين الحمد لله. ما عندناش اخويا، انا كو كان عندي الفلوس راه نمشي نكري، كو كان عندنا الفلوس راه نمشي نكري نكري ليهم، ما نخليهمش يعيشوا في القطر، ما نخليهمش يعيشوا هاد العيشه هادي. انت الكوزينه غير بالقصاب، هادشي اللي عطى الله. تنقول لها ماما الله يخليك ليا، وما تعمريش قلبك، الله يخليك ليا ماما، والله يطول لك في عمرك، وما ديريش في قلبك، اللي جات من عند الله راه الحمد لله، الحمد لله ونشكر الله، ندعو من الله، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ الحق.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.